الأستاذ القاضي عادل فتحي والمفكر، كيفاش كتشوف التضامن الإعلامي بصفة عامة معك في المحنة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أؤكد أن التضامن هو قبل كل شيء يعد من قبيل القيم الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإعلام سواء الوطني أو الدولي، أو الإعلام سواء كان المكتوب أو الإلكتروني، فهو إلى جانب القضاء يلعبان دور تكاملي، وهذا الدور يكمن بالأساس في إظهار الحقيقة، والحقيقة بدورها ترتكز على أمر واحد، وهو أن يؤمن الإنسان بأمرين لا ثالث لهما: أولا القانون، ثانيا القانون بدون استثناء. وبهذا الإيمان نكون قد أزحنا من طريقنا وحددنا خريطة الطريق، وهي القضاء على الفساد ونهب المال العام، والقضاء على الإفلات من العقاب، والقضاء على جرائم التمييز، والقضاء على جميع الجرائم المرتبطة بالإيمان بالقانون أولا، والإيمان بالقانون بدون استثناء ثانيا. وشكرا، وشكرا لكم على هذه الاستضافة.